الإلكترونية، وذلك ابتداء من فتح يناير 2018 بالنسبة للموثقين وفتح يناير 2019 بالنسبة للعدول. كما أنه يجب على الخاضع للضريبة على الدخل أن يدلو إلى إدارة الضريبة بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة المتعلقة بالضريبة المذكورة، باستثناء الخاضع للضريبة المخدرة لدخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي، وتكون هذه الإقرارات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للإقرارات المحررة وفقا أو على مطبوع النموذج. 2018 غراتيس حتى هي، ما كتخلص عليها والو، نباتي الأسهم ديال الشركة ما كتخلص عليها والو، عندها واحد الامتياز آخر بالنسبة للشركات. كاين امتياز آخر، يعني كاين امتياز آخر مثلا بالنسبة لسميتو أنه التمر، مثلا ستاتيو كريتي لا سوسيتي، داك التمر اللي كتخلص عليه ديال 20 درهم حتى هو مابقاش كيتخلص، يعني تحيد. يعني هما هذا هما يعني 2016 عند هاد لافونتاج عاوتاني اللي بغا يسوي زعما الوضعية ديالو، هادي فرصة ما كتعاودش أنه يخلص غير الأساس. شتي ديك البيناليتي؟ البيناليتي ولا مودراسيون؟ كتعاود بزور كوبرومون 2006. المهم السيد تكلفتي به وبغيتي تعطي ليه مثلا هيبة، حتى هو كيستافد من داك لافونتاج ديال انه الهيبه كتسجل بواحد ونص، ولكن كاينه لا كونديسيون انه يكون في شحال هادي، كاينه لا كونديسيون يكون مثلا ولدك ولا الوليد ديالك ولا اختك مثلا هادي ولا المراه ديالك، كاينه هذا بون. هذا العام زادوا لك كفيل انه حتى هو الى تكلفتي بشي واحد كاين يعني كيطلب انه تكون واحد ديسيزيون، هاد ديسيزيون دي جوج انت كتكلف به انه كت الى عطيتيه مثلا عطيتيه شي مثلا الهبه كتستافد من واحد ونص تخفيف. جاب لاطي سير خدام مزيان، كاين انسان يقول جاب لاطي سير خرج نشاط غير اوكي. هنا في كاين اشكال، كاين انسان يقول كيسد المحل ديالك ويمشي بحاله، يقول لك انا راه صدي هنا من 2002 هذا هو. هنا في عندنا بزاف الشكايات في مصلحه الضرائب، يقول لك كيسد كيجي عندك انسان يقول لك جات واحد الضريبه راه انا صدي 2002 ولا 2004 نهار الاول كيما جيتي تشدتي خاصك تجي دير تشدك كيما لا لا لا. النقطة الأساسية اللي عندي أنايا في التساؤلات في هادشي اللي قلتو هذا ديال الفاكتوراسيون، الفاكتوراسيون واش أوبليغاتوار للتجار كاملين ولا غير المخاولات؟ المخاولات اللي كدير لها كونتابيليتي ماشي اللي كدير لها كونتابيليتي مزيان واخا لا المهنة صريح المهنة والحالة العائلية داك الشيء واش كاين شي موضوع زعما خاص داك الشيء. ثانيا عندنا واحد المشكل في الجمعية، جاتنا الضريبة وقلنا لي باش نستبدل من ديك المهنة ديال الجماعة، صدقت جاتنا الضريبة مع انه الجمعية زعما ماشي غير جمعية كما قلنا ديال المنفعة العامة. فقط كي الشركة كتصرح وكتخلص الضرائب انت كتصرح وما عندكش ضرائب، ولكن عدم التصريح راه في ضائرة. هذوك ماشي ضرائب انت اللي جاوب في الجميع، الضريبة هي دعائر، هذوك غير دعائر ماشي ضريبة. مشات حتى 2015 ولا ديك 5 سنين ديال بزاف، 2015 2016 2017. دابا اش معمول الضريبة ديال الأرباح ولا الضريبة المهنية؟ الضريبة المهنية. دابا هنا بالنسبة للمهنيين والضريبة جوج ضرائب، يعني جوج ضرائب. حيتاش ما كنتش كنصرف، ما كنتش كنصرف هذا التصريح. ما عرفتيش النساء واش كاين. ما دايرش مشكل. والخير مزيان خدام. والمهم خدمت شي يعني في ذاك المحل. سديتو ما جابش الله نيت ولا فلوس لا والو، سديتو لقات عليا الضريبه. الضريبه خصك تجي تسوي وضعيه حتى سميتو تزيد التشطيب ديال رجيس الكومي، غتبدا من رجيس الكومي. نعم هذا المحكمة، جماعة الشرطة ديال المحكمة وشهادة إدارية، ديك الساعة تجي حنا باش نعرف باش نحبسو ديك الضريبة اللي مابقاش تخرج وتحط كاع المصاريح اللي كاينة. حنا بين الضريبة المهنية والضريبة ديال الأغلبية ديال الناس ما عرفتهاش، تيقول لك عام تاع في 5 سنين وغير جات لي الضريبة في شهرين ولا 3 شهور ديال العام. واحدة أخرى هاد المنطقة ديال الأنيف اللي مسجلين قدامين في جهة الرشيدية ما تيعرفوش التصاريح. وكاين دابا كيف كاين كاع اللي باقيين ما عارفينش حتى يخلصوا داك الضريبة ما تيصرفوش، حتى تيبغيو يصرفوا شي شهادة ولا شي حاجة حتى
اليوم انا غادي نتصالح مع واحد اخرى كاين بحال اللي قال السي فقا اللي عنده الاولاد وعندو التصاريح كملهم بداك جوج ولا ثلاثه ديال هذا العام وبغى يدير داك الدراري كيفاش غادي نقطه مهمه عاد تزوجت قلت له خصك كيجيو شهاده شهاده الحياه الجامعيه كتجي الاداره باش ندخل احنا المعطيات ديالي واخا ماشي بضروره صحيح باش يكون تغيير في الحاله العائليه خاصك تصلح بها الباطون ديالهم ولا باطون قانونيه خاصك الافيش حتى تكون معلقه في المحل راه الا داز مفتش الضرائب لقات ما معلقتيهاش راه من حقه غادي يصيفط لك الدراري غرامه لا كاينه كاينه رقم الكارت ديالو نعطيهم هذا خاص يتعلق اشاره قانون واجب وجوبا خاص يتعلق في المحل فيها غرامه ديال بيت الدراري الا ما تعلقاتش السؤال اللي عندي هو عند واحد المشكل واحد السوسيتي دار دي ديستيناسيون في 2014 وفي لافان ديال 2017 دار واحد لابورت واحد ضريبة ديال 2500 درهم ما عرفتش علاش استاذ بنا التيمي ضروري واحد اللي كاين مصلحة المهنة اما يكون مهني او تاجر يديكلاري كاين بزاف المشاكل انا كمهني بغيت نسميتو نديكلاري وكتلقى المشكل عند سميتو المكتبي اللي كيكري تلقى المشكل عند المكتبي تيبغي سميتو الا بغيت ديكرا انت اما يلقى عنده مشكل ما عندوش ملكيه الا بغا يدير الكونترا تكون عنده ما عندوش ملكيه ولا خيط من الضرائب ولا في المكتبي تيبقى معنا وانتم كتعرفوا بلي راه كاين كونترول هذا الشيء غنرجع عندنا كتجيب لنا بطاقه التعريف الوطنيه والطلاق وطلب التسجيل هذيك الساعة غادي ندير البحث ديالنا باش نرجعو، ما يمكنش تبقى خدام وما عندكش ضريبة وما يمكنش هذاك هذاك الصاحب عاطل، ما بقاش كيخرج، عقل السوق، حتى السوق دابا اللي عندنا حنا طلبوا لنا باش نردوه، عاد ما كيبقى هذاك اللي في المكتبات، يعني حتى هو يعني هذاك غادي تستعمل، ولكن دابا التمر ديال 20 درهم حيدوه مثلا الحاجة اللي بغيتي مثلا تسجل مثلا بغيتي تسجل هو في العقد الكراء ماشي ضروري تمشي تشري التمر كتجي عندنا حنا داك التوصيل اللي قد خلص مثلا 4000 ريال عليه كنزيدو لك التمر هذوك الوسطاء اللي كيكونوا بينكم وبين الضريبة راه ما خصهمش يبقاو دوك المصرية اللي كيقول لك كنعرف مدير الضريبة عطيني الملف ديالك نديه ليه هو سمعتو قالها بلسانو راه الباب ديالو مفتوح مفتوح ديال السي عيسى هذا راه بحال ولادنا حنا كبرنا دابا ولادنا فتحوا لكم المحل ديالكم باش تدي الملف ديالك انا نزلت انا غير ندي الملف ديالي ندير لاكارت ديال العقد كي انا نسول هاد الاسئله قال لي سولتو دابا راه يمكن لكم تسولوها مباشره تحل مباشره اذا خصنا نتمنوا هذا اللقاء هذا اللي نتمنوا ان شاء الله هذه بدايه خير أنا لا انا ولا السيد المدير اول مره كنجيو للنيف الناس وخيار الله يعطيكم الصحه ولكن بغينا هذا اللقاء ما يكونش بدايه غير بدايه يكون لقاءات كل سنه في مواضيع مختلفة في لا سي سي في الحقوق ديال التاجر حيت هاد التجارة اللي كتمارسو هي مهنة ديال اللي ما عندوش مهنة حتى كيحصل الإنسان حتى كيقرا وما جاب الدبلوم وما خدمش عاد كيدير التجارة لا التجارة راه مهنة بالقواعد ديالها لو كان كتعرف القواعد ديال التجارة هاد المشاكل اللي قلت كلها راه ما عندهاش ماشي مشاكل بالنسبة لي عندنا مقر إن شاء الله راه حنا مقبلين باش راه مفتوح مقبلين باش يكون فيه موظف أو موظفين لانه عوض العمليه تقريب الاداره المواطنين ماشي غير في اطار قطاع الضريبه تقريب الاداره المواطنين بعد حنا الغرفه خصنا نكون متواجدين في تنغان احنا متواجدين في تنغان هذا الشيء اللي تقول لنا كنصوا الضريبه حنا الضريبه راه حنا بحال بحال كنتعرفوا من ورزه قبل ما يجيو تنغان اللقاء ديال اليوم يمكن لي نختصروا في جوج ديال انه فتحنا واحد الشبكه ديال التواصل ما بين الجمعيه ديالكم او اتحاد اللي هو التجار الانف وقطاع الضريبه والغرفه ثانيا تقريب اداره المواطنين حنا غادي فيها لا في اداره التسجيل ولا في اداره الضريبه ولا في الجبايات وفي المسائل راه الاداره جايه وكتقرب لكم راه ما كرهناش تكون غرفه في انيف ولكن كتعرفوا بانه الغرف حنا كنمثلوا دابا في الغرف خمسه الاقل انا اقليم وزات وزاكوره وتنغير والرشيد وميدلس اقصى نقطه بعيده علينا في وزات لان كتعرفوا الغرفه ديال وزات هي المقر الرئيسي ديال الغرفه هي الجهه ما عندناش حنا المقر الرئيسي في رشيده الغرفه الجهويه المقر الرئيسي كيتواجد في وزات ابعد نقطه لنا حنا راه كنمشيو حتى كيتزر صراحة اللقاء نواس الدا غيزري زعما سي الطريقة نتشكر من الدنيا بزاف لا التجار لا صناع لا الخدماتيين
نيت جاوب مزيان المدير الضرائب د المدير التسجيل ايوا نتمنى ان شاء الله زعما تغسل قدام هذه اللي انت لقاءات تكوينيه باش تعالج المشاكل اللي تاعنا المدن نقص التجار الخدمات الصناع راكم نشكر بزاف. اليوم كان عندنا لقاء مع السادة يعني التجار والمهنيين بأنيف في إطار واحد لقاء تواصلي اللي انضمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات مع اتحاد التجارة والمهن بتنغير واللي كان يتمحور حول المستجدات أهم المستجدات في قانون المالية 2018. هذا اللقاء اللي كان لقاء مثمر لأنه الأساس في هذا اللقاء هو ربط جسور التواصل ما بين التجار والمهنيين بأنيف وإدارة الضرائب بتنغير ويعني وكسر هذاك الحاجز اللي كان يعني ديال عدم التواصل اللي كان قبل واللي كان كيخلق مجموعة من المشاكل اللي هي كانت مشاكل بسيطة كان يكفي أننا نتواصل من خلال هذا اللقاء هذا تواصلنا ولقينا واحد المجموعة من المشاكل اللي كانت تتبان للتجار كبيرة واللي استطعنا أننا نجاوبوا عليها من خلال السيد المدير اللي كان حاضر معنا واللي أعطى مجموعة من الإيضاحات لسادة التجار ورحب بهم على أساس أنه يحاول أنه يحل مجموعة من المشاكل اللي هما طرحوها. المستجدات فحاولنا أننا نقتصر على بعض المستجدات اللي كتهم التجار خاصة ما يتعلق ب التصريح الالكتروني وكذلك الاعفاءات اللي جات على يعني على واجبات التمبر يعني واحد المجموعه اللي كتهم التجار بالانيف وما تطرقناش للمستجدات الاخرى اللي ما كتهمش الاقليم ولكن كيف ما نعاود نقول هو انه اللي كان كيهم اكثر هو مجموعه من المشاكل اللي كتعلق مثلا بالضرائب اللي كتبقى تجي لبعض التجار رغم انهم ما بقاوش كيجاولوا المهنه ديالهم بعض المشاكل اللي كتعلق بالاكليه التجاريه بعض المشاكل يعني مجموعه المشاكل اللي تطرحات واللي تجاوب عليها بشكل واضح من طرف السيد يعني المسؤول او الرئيس القطاع بتنغير وكنتمنى ان هذا يكون بادره لانه يعني بدايه مع ساده التجار ديال انيف في انتظار اننا نديروا لقاءات مماثله خاصه في بعض المواضيع الاخرى اللي كتعلق بالتغطيه الصحيه وبعض الامور اللي كتارق ساده التجار بهذا الاقليم وشكرا. الحمد لله اليوم كنتواجدوا في انيف في اطار التواصل لقاء تواصلي مع جمعيه مهن التجار بدراعه تفيلالت حول مستجدات القوانين التي ضمنها مستجدات الجبائيه التي ضمنها قانون المالي 2018. كان نقاش في المستوى كان نقاش خدمنا كاع المستجدات اللي كاينين المستجدات اللي جاء بها القانون المالي 2018 68 17 كل ما يتعلق بالمستجدات اللي كتعلق بالضريبه المهنيه اللي كتعلق بالضريبه على الشركات الضريبه على القيمه المضافه والضريبه على الدخل. بالنسبه للقاء اموا دند الضرائب ينعي شرف كبير يحاطرنا التجار استفدنا لي زامبول كان العرض يتعلق الجديد الضرائب 2018 بالخصوص انه مثلا الا يعني الاداء عبر الانترنت و يعني تجسيد فيما يخص تقريب الاداره للمواطنين.